Yeah.
زي ما تعودنا بقى ناخد التمجيد وترنيمه الدور بيها على المسابقه ومع بذل الست العالي ربع تسلم عليها. السؤال الثاني، عايزين آية بتثبت إن الست العذراء كانت بتصلي مع رجل مع شاهد. آية بتثبت إن الست العذراء كانت بتصلي مع رجل مع شاهد. حلينا السؤال اللي فات والنهارده نجاوب السؤال الثاني. فكروا بتاع امبارح برضه. السؤال بتاع امبارح كان بيقول شخصية في الكتاب المقدس لما سمعت صوت كلام الست العذراء انطلقت من الروح القدس. شخصية وتجاوب امبارح جاوب امبارح، ما كنا بنعمل